مرحبا يا حلوين، أنا نجلة. فيديو اليوم أغلبكم بحبوا موضوعه، واللي هو How to look beautiful، كيف نبين حلوين with minimal makeup، مع شوية مكياج. يعني فيكن تقولوا No makeup makeup look. كيف نبين حلوين مع مكياج خفيف للسحور مثلا؟ فينا نكون عم نطبق هالمكياج الخفيف اذا رايحين على الشغل، رايحين على الجامعه. سو خلونا نبلش. رح نبلش بترطيب الشفاه. دائما يكون معنا مرطب للشفاه كرمال التشقق، وخاصه لانه ما بنكون عم نشرب مي ديهايدريشن، وبدنا كمان نرطب الوجه. هول خطوتين كثير مهمين بهالمكياج، مرطب للوجه. فيكن كمان تستخدموا مرطب وبرايمر بنفس الوقت. بهالمكياج ما في فاونديشن، حنكون عم نستخدم كونسيلرز. حاستخدم لونين، شوفوا كيف رح طبقهم بمناطق معينه وبطريقه قليله هيك، بس انا تو تارجت المحل اللي بدي خبيه بوجهي، اوكي، او اللي بدي ظبط له لونه بوجهي. حاستخدم اول شيء لون من لون بشرتي ولون كونسيلر افتح بشوي، ونحن عادة الكونسيلر بيكون افتح من بشرتنا بدرجة درجتين حسب نحن لشو عم نستخدمه. منطبق الكونسيلر اللي من لون بشرتنا اولا تحت العين، نقطة بنقطة بنقطة بنقطة، اوكي، هي اول خطوة. منطبق الكونسيلر على الدقن، وانا بحب اطبق شوي على الخد من تحت ليكولي، فوالا فوالا، وعلى الجبين. هولي هن المحلات. هلا شوفوا ما حيبين انكم حاطين. بنرجع بناخذ الكونسيلر الافتح، ناخذ الكونسيلر الافتح لنضوي. انتبهوا اذا عندكم هالات سوداء ما فيكم تطبقوا دغري كونسيلر فاتح، فوقه فوقه، شفتوا الفرق؟ فوقه فوقه، ولا شوي صغيرة شوي صغيرة، ومندمج تدمجوا ببلندر. وشو بيبقى كونسيلر منطلعه لفوق العين؟ فينا نشوف الفرق هون صبايا، دمجوا حتى لو بس نص الخد، لأنه فوق حيتعبى الخد بالبلاش وبالبرونزر. بهالطريقة مندمج. كمان بدي فرجيكم الفرق. خبروني انتو عادة بتحطوا مكياج على السحور او لا؟ فوالا، شوفوا بتصيروا شو بيبقى على البلندر، بتحطوا بهالشكل. اول خطوة عملناها انه عملنا color correcting، فينا نقول وحدنا لون البشرة بطريقة كتير ناعمة بس باستخدام خف العيوب او الكونسيلر. هلا بدنا نفكر انه احنا بدنا نلون البشره، اوكي، حسب ما نبين انه وجهنا هيك فرد لون. فبدنا نفكر ببرونزر ببلاش. فينا نفكر بس ببلاش، بس انا بتعرفوني بحب البرونزر، سو رح نكون عم نستخدم كمان ليكويد برونزر، ما رح نحط شيء باودر تنضلنا محافظين على هيك الجلو تبع بشرتنا، ما ننشفها كثير لانه اللوك طبيعي. سو حكون عم باخذ نفس الكونسيلر اللي استخدمته بس بشيد غامق، انا بستخدمه للكونتور، اوكي، وراح طبق بشكل كتير ناعم هون بس هالقد، اوكي، فوالا، شوي على الدقن، ليكو قد عم حط شوي، وعلى الجبين. هول المناطق صبايا اللي منضويهم عادة تيعطونا هيك انه نحن وجهنا مضوى. وبدي ببرش قبل البلندر ادمجهم، فوالا، شفتوا بمد، بس ما تعتلوا هم، فينا نكون عم نخففه بس نخلص، فوالا، مدوا لفوق شوي، فوالا، نعمل بالبلندر بيختفي كل شيء زايد، منكفي بلندينج، كمان فيكم ببرش فيكم ببلندر، فوالا. لهلا ما في شيء صعب وما في شيء ما بنعرف نعمله، اوكي؟ بننقل لبلاش، انا اخترت بيتشي بلاش، انتم فيكم تختاروا اللون اللي بدكم اياه. فوالا،
وحطبق على الخد اولا بهالشكل. ايش البلاش بيعطيكم لوك كتير حلو. للجديد هون انا كنت من الاشخاص اللي ما بيحطوا بلاش. اي لاف ات اي لاف ات. هلا بنعمل لهم بلندينج وراح احط شوي على الانف بهالشكل. اوكي وبي بلندر ولا ما تدمجون كتير كتير هيك. هيدا المكياج انا عن جد يعني عم لكم كل يوم بعمله. انا بايامي العاديه ما بحط ابدا اكثر من هيك، حتى اوقات اقل من هيك. ولا هلا حنشتغل انه هيك الشيء مهضوم بالعيون. اذا عبالكم سحور مع الاصحاب وهيك فينا نحط قصص مهضومه مثلا. هلا بتشوفوا انا شو رح اعمل. شو رايكم؟ هلا عندنا خيارين، او منحط من البلاش شوي فوق العين وعلى الشفاه وخلص، او فينا نشتغل شوي هيك قصص مهضومه بالعيون. انا لالي ماسكارا ما رح احط. اوكي رح كون عم باخد هاللون الازرق، انا عبالنا نعمل هيك شيء مهضوم. اوكي ورح احطه ليكو باي طريقه، ما رح احط ايلاينر، يعني ما حيبين انه ايلاينر. بدي احطه على خط الرمش بهالشكل. اوكي ومن تحت شوي شوي، وبدي بيه ضفره ادمج ادمج ادمج. هلا شوفوا بالاصبع ندمج، مش عايزين اكتر. ولا صدقوني بالاصبع انجق، بس اهم شيء ما تكتروا. شوفوا بس الفرق كيف عطى هيك سحبه، عطى شيء للعين. اوكي فيكم تعملوها فيكم لا، فيكم تحطوا اي شادو بني كثير ناعم، بس انه عم نقضى هيك على شيء مهضوم زياده. فيكم تحطوا ماسكارا، بس انا عن جد اذا بدكم تبينوا انه بس هيك وشكم يعني ما كانكم حاطين شيء عليه. ولا ناعم. هلا بدي شو اعمل على الشفاه؟ اعمل شيء كمان هيك مهضوم، واللي هو ضروري اني استخدم محدد للشفاه، قلم تنحدد الشفاه باللون البني، لان بدي شوي ضوي على البني اللي على الخدود، سو بساعد بالشفاه. اوكي رح نحدد الشفاه بطريقه ناعمه. اوكي بدنا ناخذ البلاش نحط شوي على الاصبع and we tap tap. شوف رح نرجع ناخذ ليب اويل، هيك بنكون عم نرطب وبنفس الوقت عم نعطي هيك لوك ملفت. فيكن ليب بالم فيكن ليب اويل، اللي هو رح احط شوي بالنص، ما بدنا تو اوفر دو ات. وباصبعي رح مده على الشفاه. اي لاف ات. شو رايكم؟ وهيك بنكون تقريبا خلصنا المكياج، بس في خطوه انا لإلي بهالنوع من المكياج كثير مهمه، واللي هي نلفت بالحواجب. اوكي انه رسمنا بالشفاه هيك شيء مهضوم شيء ناعم، بينوا شفاهنا مرطبين وحلوين. هلا حواجب، بدنا ايبرو جل، بدنا نثبت الحواجب. سو بناخذ جل وريشه ومنثبت. فوالا بدنا ننزل تنحط الجل مظبوط. شفتوا حواجبي طوال دقوا برموشة ومنبلش نمشط لفوق نمشط لفوق 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 ومنظبطهم. وهيك منكون خلصنا الحواجب. شو رأيكم؟ هيدا هو اللوك. إذا رح تطبقوه خبروني بخانة التعليقات، وكمان إذا طبقتوه تصوروا وبعتوا لي إياها على إنستغرام، وما تنسوا تتابعوا هي ماجازين على إنستغرام، لأنه هونيك مننزل آخر الأخبار وآخر الترندز وكل شيء ممكن
بدكن تعرفوه عن الموضة، عن الجمال، عن المشاهير، وتنسوا كمان تعملوا لي فولو لقلي على انستغرام وتزوروا موقع هي ماجازين، فيكن تقروا عن كل المواضيع اللي بتخطر على بالكن. وتنسوا كمان تشتركوا بالقناة هون وتفعلوا زر الجرس. ناطرينكن أسبوع الجاي بحلقة كتير حلوة. بشوفكن، باي.